المكان اللي هو بيتكلم انه روحوا وقفوا قدام بيوت القضاء الفاسدين وتظاهروا امام هذه البيوت. الاستاذ عاصم امبارح طلع في تصريح في احدى القنوات وقال انا ما كنتش اقصد. خلينا نشوف لا امبارح طلع نفى الكلام ده، بس خلينا نشوف الفيديو بتاعه ونشوف قال ايه. ثورة تانية حقيقية كثورة 25 يناير، لكن أن نتكل على إن ما بالصورة هيعمل أو لا، أخيرا نقول الحركات الإسلامية ما لا تهدأوا ينزلوا الشوارع يوميا زي 25 يناير يوميا حول دار القضاء ونادي القضاء والمحاكم وعند بيوت القضاء الفاسدين نفسهم، انزلوا هناك وطلبوهم بالذهاب والتنحي كما طلبتم مبارك، واصبروا حتى يرحل هؤلاء. لكن احنا نعمل وقفه عند دار القضاء وبعدين نرجع وبعدين بعد اسبوعين نفكر نعمل وقفه تاني وبعد شهرين نفكر، لا لن تتم الامور بهذا الشكل. هذا علاج مساله القضاء، علاج الثوره المضاده اللي في الاعلام هي انك تعرف ان الكلب لما ينبح ايه لما تنبح عليه تلقنه حجرا. فاذا القرن كلاب الاعلام الفاسدين المعذورين الحجاره اقرصوا الى الابد. علاج مشكله الشرطه عملناها. فالقضاء وقفوا على بابهم، الاعلام طوب، الشرطه، يعني كل حاجه هنخلصها بايدينا. يعني هل اللي انتوا سمعتوه ده الراجل كان بيقول نروح نقف قدام بيوت القضاة الفاسدين ولا ما كانش بيقول؟ انا امبارح سالت طب انت هتعرف القضاة الفاسدين ازاي؟ وقلت هيبقى زي فيلم امير الانتقام، نعلم على ابواب اللي حضراتكم طبعا هتختاروه، المهندس عاصم ماجد هو يختار الابواب ديت ويعلم عليها بتباشير عشان الناس تروح تقف قدامها. القاضي يصحى الصبح يلقى في ناس وقفاله قدام الباب بتتظاهر ضده ومنعام الخروج. هي دي طريقة الحل وهي دي طريقة التفكير ودي الطريقة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، إنه وصلها للحد الأقصى. وصلها للحد الأقصى. أنا بس عايز أقول له حاجة، إنه لما جم عملوا ده مع الإعلام إحنا كمان وصلنا للحد الأقصى. إحنا كنا قاعدين هنا في استوديوهاتنا ودخلنا استوديوهاتنا في الحصارين وقعدنا هنا وقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلى ما في خيلك اركبه. خلاص يروح ما بعدك روح. أصل أنت ما بتتعاملش مع خرفان. ما بتتعاملش مع خرفان أو جزم أو ناس كانت بتتعامل مع أمن الدولة زمان. ما بتتعاملش مع دول. ما بتتعاملش مع ناس منطقهم إن أنت لو مختلف مع واحد اقتله. مختلف مع واحد اقتله. إيدينا ما فيهاش دم مصريين يا باشمهندس عاصم. إيدينا ما تعرفش تقتل مصري، ما تعرفش تضرب مصري، ما تعرفش تتهجم على مصري، تعرف تتكلم مع مصري، تعرف تتفاوض مع مصري، تعرف تحضن مصري، تعرف تجير مصري، تعرف تشوف وظيفة لمصري، تعرف